السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة أنا ندمان جدا إني وافقت أجي هذا المكان ومتوتر مرة، والله العظيم إني ما أبغى أغمض عيني. كل واحد معاه خويه مين الله يستر منه، راح أدخل يدي وأنا مغمض عيني وأقعد أحسحس لين ما ربك يفرجها. أسمع الغبنة إني أنا دجاجة وهذا أجج مني. هذه فكرة المقطع يا جماعة الخير، والله العظيم إني أول مرة أصور مقدمة وأنا متوتر، والله ما أدري أبداً إيش موجود داخل أو بيجي يعني. وراحت الفكرة، المقطع راح يكون جزئين، جزء بقناتي وجزء بالقناة حق الفريق. حلوين، أبغى منكم شيء واحد، إذا أنتم تحبون الأفكار هذه اللي يكون فيها كلنا نطلع مكان ونصور فيه، تعرفون إيش تسوون؟ صح صح صح، لايك، اشتركوا بالقنوات اللي تحت. الله يعطيكم العافية، نقول بسم الله والله يستر. أروح معك تاخذ لفة. هذول ينبغون. هذول السنة كلهم على ربعي. أخي يرحم أمكم، خلونا نتعشى ولا يمشي. ما أدري. ما أدري. لا. إيش؟ لا ما أنا بغطي. ما عندك كمام أحمد؟ لا 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 لا. كلكم مع بعض. ما عليك. We got. هذا كم أحمد؟ صدى. ايش تربطني بهذه يا اخي؟ حبيبي لا يا حبيبي لا 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 بس دخل يا ربي يا حبيبي انت ربي تكفى. تفضل طال عمرك. وش الصوت صوت احمد؟ لا لا احمد 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 ما تغطي وينك. اسمعوني والله اسمع انا ما اقدر ادخل يدي في مكان انا ما ادري ايش داخله. طيب نبدا الحين، موجود جوا الشيء هذا؟ تكفون يا عيال تكفون. يا ربي نبدا. لا ما نبدا. هو ينقز يتحرك. لا تكفى. لا شم ريحته. ايه شم ريحته. قسم بالله يود ريحته كمان. يا عيال والله صعبه، اقسم والله صعبه، والله والله صعبه، والله ما اقدر ما اقدر. يمه ايش موجود؟ ركان ركان. كيف الوضع؟ يا ربي كيف الوضع؟ ادري ركان. يا اخر اخر وش يا اخر؟ بسم الله يا رب. بسم الله بسم الله. هو ما يموت صح؟ يلا بسم الله. وش فيك؟ ما ادري دخلت يدك. ايوه قصير هو تحت مره. نزل نزل حوض. اي حوض اي حوض. وش حطيت تمساح؟ والله 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 ما اقدر. شكله تمساح. بالله ما اقدر ادخل صراحه. والله كله قريب. انا قريب الان. ام الغفله والله ما مسكت. يلا نستسلم. انا ارفع رايك تستسلم. يا الله يستمك يا صديق. ما عليك انا ادريك. اي صح دعواتك والله. وينه ما ادري وينه. تحت على طول. طيب اسمعني ما يعضني. ما يعض. تكفون. من نقدر تكفى. تعالي تعالي احمد. الله يوفقك يا رب. الله يوفقك ينصرك على الحيوان. روح انا ادري. ريحته ريحته حلوه. ريحته هيك شميت ريحته انت؟ الشم باليد. ايه عشان نبوك. تحرك تحرك صدق تحرك. الله يوفقك الله يوفقك الله يوفقك. انا ما انا اخاف انا اخاف انا اخاف. اسمع اسمع والله العظيم. مسكته مسكته. كان نزل نزل قلت لك ايوه روح روح والله والله ليه؟ ما بشر مسكر رجال. ريشه ريشه احمد دخل. احمد يمين تحت تكفى والله شيء مره لطيف ما ادري وش. اي والله ريشه والله ريشه. دخلي دينك دخلي دينك تحتك على طول احمد. بعد ذاك روح خلني اتفاهم مع الموضوع الحالي. شوي كذا وكبير مرة. لطيف مرة لطيف مرة. ركنت قاعد تشوف. والله يا قلبي صدق والله في النهاية تعبان منك يا قلبي. والله كيوت والله. راح يمين يمين تحت. ارنب. الحيوان الاول. لا اصبر مستر اقدر اقرب هنا. اسمع اصوات انا هنا هنا. ابراهيم اسمع اصوات انا قاعد اسمع اصوات. اسمع وينه؟ اي ابراهيم دخل دخل ابراهيم. وش ذا؟ انا بمسك يد زياد. زياد تدني مسكته والله والله شيء صغير. لا زياد 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 ما تدني كوين ما تدني لي دلي زياد دلي وين ما في حد. استغفر الله يا توي بدينا يا وين يا اخي يا اخي وخر انا خايف يا عيال. والله اني خايف يا عيال. يا عيال يا شيخ خير وخر 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 و
يا يا قدي باقي عيني هذا يعني ما اقدر امسكه والله لا 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 مسكني يا عيال طولنا فيه ابراهيم والله والله ابراهيم انك خلاص خلاص اظني عرقت والله ابراهيم خايف كل الجسم خايف والله انك خواف ابراهيم شوفه والله صدق ويلي انت ابراهيم عرقت مره ابدوا هانكم تعرفونه وينه؟ طيب علموني وينه؟ تحتي ابراهيم تحتك وين الحين؟ وين علموني؟ ابراهيم لقيته؟ لا قد امسك الارضية انا بس يا عيال ترى يعطي يا عيال اسألك بالله لا 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 ما تفكرنا ما تفكرنا دخل يدك دخل يدك وخري بدخل يدي ها مسكته وش مسكت؟ وش مسكت؟ شيء صغير مرة وينه؟ وين وينه طيب وينه يمين يسار؟ يا عيال ترى يعطي ها؟ يعطي يعطي انتبه ايه بسرعه بسرعه وشو كم بعد باقي لكم عرفت فار وشو فاره صغيره فار انا حسيت يا عمري كفو تيم ورك يلا في كلب جو 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 احمد ما تدخل قبل صوت كلب لا 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 تكفى ما تبون كلاب قلت ما تبون كلاب ادخل يدك انقبلي صبر وين انقز يطير ادخل يديني ولا كيف ايش في امكم تكفون يا ربي يا ادخل الو شباب ادخل يلا قريبه مني هي يا اخي لا تقول عندك انا من نفسي بدورها احمد حق والله المره ذي دور ايش موجود لو سمحت ما احب الاماكن ولا ما بدون المعرفه اسالكم بالله سحليه فيها تمشي كذا عن ذا يلا هندك تعينه ماني مدخل خذناها تكفى بسم الله انا هدي ولا هو يهدي طيب يقول مياو قطوه هذا قطوه يقول مياو مين هو هذا انا يدي هذه يدك هذا يخوسك الله يخوسك انا من الاشياء هذه يدك فيها عرق شكله قامت وجود الحيوان سويدة وتخشي عنده اقول لك قطوه تقول لي هذا جنبك صوت كان؟ صوت هادي؟ اقسم بالله اني احسب الصوت هنا بس شكرا علمتينا جاهزين يلا يا انا ما اثق فيكم والله صدق والله انا اثق فيهم صفر والله ما اثق فيكم اسمع زياد انت روح حوه بعدين اذا ما عرفت انا انت حوه كل ذا كذا الحجم ها؟ كذا الحجم لا 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 تبديك كبيرة تبديك كبرى حطها تحت وانت نغز من فوق لا 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 يلا دخل ها دينا يلا بدخل يدي السيارة عشان لو صار شيء وش فيك ها ما لمس شيء ام القهر وش ذا والله في شيء والله في شيء من اللي زاعك والله في شيء من اللي زاعك الكعبه في شيء غلط يا من اللي زاعك عيال انا والله في شيء رب الكعبه يا عيال فدري يا عيال جيك هذه يدك لا والله مو بيدي اذا في شيء يتحرك ايش مسك والله يعور قنفذ ذا والله ما لا مو قنفذ لا مو قنفذ ها مو قنفذ نحن مسك ايش فيك تكلم؟ الله يلعنك لا والله عايش انت مو حيوان مو حيوان ها وشو؟ والله مو حيوان تعال امسك يا والله قاعدين والله انه يعض بس لا قاعدين نغز هذاك الشوك قنفذ اسمه قنفذ ايه؟ اخر خيار لكم؟ ايه طيب شوفوا وينه؟ تستهبل انت؟ وين؟ تستهبل انت تستهبل هذا حيوان انت تستهبل حيوان ها تستهبل احنا قلنا حيوانات ها اي هذا انت قاعد تلغزنا ها انت وانت راضي ساكت ساكت ما تنحسب هذه ما تنحسب والله هذه عقوبه والله والله شوف انا اللي اكلتها يا اخي خلوا احنا باتحين عيننا لا 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 والله هاي احمد اقسم بالله هذا هو ثابت خير واحد يركز في الصندوق لا لا ان شاء الله مالك كيف جو؟ يلا يلا. ينقز ولا ما ينقز؟ يا ربي يا حبيبي. يعض. يلا روح.
اسمع شيء يتحرك قسم بالله في ذمتك قسم بالله يا ربي سامحني يا الله تكفى انا عليك دعاء احمد عليك الدعاء احمد عليك تكفى انزل انزل نزلي يلا انا اللهم وفق يعني انزل ها قريب قريب بشر الركان شجعوني يا عيال شجعوني ارجوكم انا ادعي لك والله الله يوفقك قوه هي المرجل يا رب سامحني يا الله في شيء يتحرك احمد 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 في شيء يتحرك قسم بالله جايبيني فار؟ فار 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 يا جماعة الخير استوى على ما واجهتم الله يعطيكم العافية شكرا جزيلا من أعماق القلب أقسم بالله أني ما أحب الشيء الوحيد اللي يخوف في الموضوع أنك ما تدري أنت بتقبل على إيش أنا في أشياء عندي فوبيا منها يعني أنا أشياء أقمط منها أخاف منها كيف وأنا مغمض عيني فما أدري إيش داخل لو أعرف شيء داخل بقدر أمسك فإلى هنا يا جماعة الخير نقدر نقول وصلنا لهذه المقطع الله يعطيكم العافية عطونا لايك والاشتراك إذا حب ولا تبون ما في جزء ثاني انسوا السلام عليكم